في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن أورام الكبد وأورام الرحم وأورام الثدي وهكذا، لكن الحلقة دي واللي بعدها بشكل عام عايزك تعرف يعني إيه ورم، يعني إيه سرطان. بإذن الله هقولك شوية تعريفات، فقط شوية تعريفات، وأوتوماتيك هتلاقي نفسك فاهم يعني إيه ورم ويعني إيه كانسر بيولوجي. ونرفع إيدينا لله ونقول اللهم اشف مرضى الأورام. في معركة بين المرض والطب ناخد ضربة عنيفة، ضربة قاضية من مرض خطير، بقالنا سنين وسنين بنحاول معاه أبحاث وأدوية، سنين بنحاول نفهم طبيعته علشان نتعامل معاه. المرض ده هو الأورام. تعال أفهمك فكرة من السيل بيولوجي، إزاي الخلية بتاعتنا بتتجدد. ده نسيج أو عضو بتاعنا عبارة عن مجموعة خلايا، جميل، وليكن أربع خلايا هم. الخلايا دي متبرمجة على معدل تجدد معين، وليكن كل يوم هنولد وننشئ خلية جديدة. وفي نفس الوقت أقدم خلية هتموت، واحدة بتتولد وقصادها واحدة بتموت، كده عدد الخلايا ثابت وحجمها ثابت، ده الوضع الطبيعي. العملية دي اسمها سيل ديفيجن أو سيل بروليفريشن أو ديفرينشيشن، انقسام الخلية، تطور الخلية، ازدهار الخلية، تمايز الخلية. طيب مين بيتحكم في العملية الخطيرة دي؟ تعالى ندخل بقى في حتة جيناتكس بقى وراثة. ناخد خلية وندخل على النواة ونروح للجينوم البشري، الجينات. في عندي جينات خاصة بانقسام الخلية، يعني بتنتج بروتينات، البروتينات دي وظيفتها تقول للخلية اتجددي وانقسم يلا. بنسمي الجينات دي أونكوجينز أو أونكوبروتين جينز أو بروتو أونكوجينز، جميل. وعلشان البروتينات دي ما تستهبلش أو يحصل ميوتيشن، طفرة فتوديني في داهية، فربنا خلق قصادها جينات مضادة، جينات تنتج بروتينات برضه، بس البروتينات دي بقى تهدي تجدد وانقسام الخلية، بنسميها تيومر سابريسور جينز، ودي عليها كود بروتينات بشكل او باخر بتهبط وبتصبط نمو الخلية، ودي وظيفتها الفعلية انها تضاد عمل البروتو انكوجينز. عليها كود لبروتينات اما بتصلح مشاكل الحمض النووي او تموت الخلية، تقول لها خلاص عمرك المحدد انتهى يلا علشان تتحللي هنعمل ابوتوسيس. يبقى الانكوجينز تقول انقسم اعمل ميتوجينيسيس، السابريسور جينز تقول لا بلاش، وهكذا نعمل توازن. الخلية علشان تنقسم وتتجدد عادي تعمل ميتوجينيسيس بتمر بعدة خطوات معقدة شوية. البداية من عند السيل ميمبرين، غشاء الخلية من برة، عليه جروس فاكتور ريسبتورز من اسمه، مستقبلات لعامل النمو. أول ما المستقبلات دي تتنشط على طول تنتقل الإشارات لبروتينات الانقسام اللي موجودة في السيتوبلازم، وكله يوصل لبعضه وينادوا بصوت عالي على بعض أوامر بالانقسام، أوامر بالانقسام، أوامر بالانقسام. إشارات أوامر بيسموها ميتوجينيك سيجنالز، إشارات الانقسام، لغاية ما الإشارة توصل لمين؟ برافو، النواة. والنواة هي اللي مسؤولة عن عملية الانقسام. أظن مفيش أسهل من كده. القصة دي أو الطريق ده بيسموه سيجنال ترانسدكشن باسوي، حلو قوي. فالبروتينات اللي جوه دي مهمة جدا لأنها بتتنشط وتعطي إشارات بالانقسام، البروتينات دي زي دول. طيب تعال نروح لمراحل دورة الخلية، السيل سايكل فيسز. المرحلة الأولى اسمها preparatory phase، بيحصل تغيرات بتجهزها للانقسام، ودي أطول مرحلة وقتا من المراحل لأن بيحصل فيها 3 خطوات. الجاب الأولى بيسموها مرحلة النمو، فيها نشاطات بتجهز للنمو، بعدها S phase فيها الحمض النووي بيتضاعف لنسختين، بعدها الجاب الثانية الخلية بتنمو. المرحلة الثانية دي قصيرة بقى، الميتوتيك فيس، بدايتها ام فيس، فيها النواة هتنقسم والسيتوبلازم هينقسم، وبكده معانا خليتين بدل خلية واحدة. تعال بقى اقولك شوية مصطلحات مهمة هتفيدنا في اللي جاي. نبتدي بمصطلح تيومر، انطقها تيوما، تيومر، تيوما، اللي تحبه. كلمة تيومر يعني ورم، واصلها لاتيني بمعنى سويلينج، مورم، منتفخ.
قال لك تعريف التيومر انه نمو بس مش بعقل، نمو بشكل مش قادرين نتحكم فيه، uncontrolled growth، حصل تضاعف مستمر بلا حدود نتج عنه خلايا غير طبيعية. مصطلح كمان كانسر، هو في طبيعته ورم برضه بس خبيث، وبسميه هنا سرطان، وده بسميه حسب مكانه. فلو في نخاع العظم بسميه لوكيميا، لو في النسيج الطلائي بسميه كارسينوما، لو في نسيج ضام بسميه ساركوما، وهكذا. مصطلح كمان نيوبليشا، انطقها نيوبليزيا زي البريطانيين او نيوبليشا زي الامريكان او زي ما تحب. المهم نيوبليشا برضه بنفس المعنى بتاع تيومر، ورم، برضه في تضاعف ونمو uncontrolled غير متحكم فيه، عدد كبير من الخلايا تم انتاجه ولكن مش شغال بدون وظيفة، وهو ده اللي بنقول عليه ورم بجد. مصطلح كمان هايبربليشيا، ده زيادة فقط في العدد، يعني المفترض يكون فيه 4 خلايا بس، لا حصل نمو كتير بقوا وليكن 10. نشطنا السيجنال ترانسدكشن باسوي. والهايبربليشيا دي يا صديقي اما بتحصل بشكل طبيعي فيسيولوجيكال، زي مثلا لما الست تحمل عايزين نكبر صدرها، عايزين خلايا الثدي تزيد في العدد فنعمل هايبربليشيا، بيسموها هرمونال هايبربليشيا. او مثلا واحد استأصل جزء من الكبد فيقوم الجزء الباقي عايز يعوض النقص ده فيزود عدد خلايا الكبد، او مثلا واحد حصل له نزيف في فقد خلايا دم فالنخاع ينتج عدد اكبر من الخلايا، بيسموه compensatory hyperplasia. كل ده جميل، بس في نوع تاني وهو الهايبربليشيا المرضية، باثولوجيكال هايبربليشيا، زي ما بنشوف في الأورام بقى، بلاقي العدد زاد زاد زاد. مصطلح كمان هايبرتروفي، هنا برضو بمعنى تيومر، ورم، بس الزيادة مش في العدد، لا الزيادة في حجم الخلايا، حصل تضخم ليها، وده برضو ممكن نشوفه بشكل طبيعي فيسيولوجيكال زي في الحمل، بلاقي جدار الرحم خلايا بتتضخم بيحصل لها هايبرتروفي علشان يبقى أقوى ويشيل الجنين. وبنشوفه بشكل مرضي باثولوجيكال في تضخم عضلة القلب، ولما تتكعبل تقع ورجلك تورم ده اسمه هايبرتروفي. نيجي المصطلح كمان بناين تيومر، ورم حميد. البناين تيومر او الورم الحميد يا صديقي في تضاعف للخلايا كتير بس محاط بكبسولة من بره، الورم متغلف بجدار، وغالبا الورم ده خلاياه بتنمو وتتضاعف بشكل بطيء عن الورم الخبيث، وكل ما بيكبر في الحجم بيحصل تمدد وبيضغط على النسيج اللي جنبه، وبنلاقي له امداد دموي ولكن اقل، بيوصله دم اقل من الخلايا الطبيعية، والحمد لله بيكون في مكانه مش بينتشر في الجسم مش بيتنقل. ولو جينا نشوف خلاياه دي بنلاقيها زي الخلايا الطبيعية في الشكل، ولو شلنا الورم ده كويس خلاص مش هيرجع تاني، والتعامل مع الورم الحميد كويس، ولكن ربما يقلب ويبقى خطير لو مثلا بدأ يفرز اي مواد من نفسه كده، وليكن ورم ما لقيناه بينتج هرمونات زي اورام الغدة النخامية، عمالة تفرز هرمونات غدة نخامية زي دول. وبرضه بخاف من الورم الحميد ده لانه عمال بيكبر ويضغط على الانسجه اللي جنبه، بيعمل ماس افكت، فممكن يعمل لي مشاكل زي دي. واشهر الاورام الحميده زي دول. نيجي للمصطلح اللي بعده وهو الاورام الخبيثه malignant tumors. هنا بقى الخلايا اللي اتجننت دي او الكتير دي مش محاطه بكبسوله، ملهاش غلاف، خلايا كتير وحجمها كبير وعمرها قصير، معدل النمو عالي جدا، بتسرح وتروح تحشر نفسها وتدخل نفسها في اي نسيج يقابلها وتشاركه في الغذاء بتاعه، ومش بس كده دي تاخد مكانه وتموته، تعمل له نكروسز، وبيوصل لها امداد دموي زي الفل، اكسجين ومواد غذائيه وعايشه حياتها حلوه قوي. وهنا للأسف الورم الخبيث ده مش بيفضل مكانه الأصلي، لا ده بيسرح ويبعت خلايا منه لأنسجة وأعضاء تانية، بيسموها ميتاستيسيز، سرح سروح. الخلايا الخبيثة دي يا صديقي بتعمل انترافازيشن، بتروح لأقرب وعاء دموي أو لمفاوي وتدخله وتمشي فيه، وبعد كده تعمل اكسترافازيشن، تخرج منه وتدخل لنسيج تاني وتنتشر بنفس طبيعة الورم الأساسي. يعني لو بدأ بنكرياتيك كانسر، سرطان بنكرياس، وانتشر وراح مثلا الكبد، برضو اسمه بنكرياتيك كانسر، سرطان بنكرياس، فهمني مش بقول عليه ليفر كانسر، لا بسميه سكندري تيومر. وللعلم الخلايا السرطانية دي مش طبيعية، قدرتها على التمايز قليلة، عندها ما يسمى انابليشا. وللأسف حتى لو جراحيا شلت الورم الخبيث ده ممكن يرجع تاني لأسباب كتيرة، منها وإحنا بنشيل الورم سيبنا شوية خلايا سرطانية كملت وكبرت، أو طلع بداية جديدة من مكان الورم الأصلي. طيب سؤال، هل في شفاء من الأورام؟
والله الإجابة هنا معتمدة على حاجتين، الأولى درجة الورم، الثانية مرحلة الورم. نيجي للأولى تيومر جريدنج. في الباثولوجي بنقسم النيوبليشا حسب الخلايا الغير طبيعية اللي بنشوفها في النسيج تحت الميكروسكوب. لو لقينا الخلايا الورمية دي شبه الطبيعية فبنسميها ويل ديفرنشيتد، يعني هي ورمية لكن معدل نموها وانتشارها بطيء، لكن لو شكلها غير الخلايا الطبيعية فبنسميها undifferentiated، ودي معدل نموها وانتشارها سريع. دول الدرجتين الرئيسيتين بتوع الورم الخبيث، وبنعرف منهم الوضع هيبقى ازاي والادويه هتعمل ايه معاه. فكل ما كنت مايل ناحيه الاندفرنشيتد كل ما كان الامر اصعب وانتشار الورم في انسجه اخرى اسرع. عملوا جدول للتدريج كده، جريدنج سيستم، جريد 1 الدرجه الاولى الخلايا طبيعيه او شبه الطبيعيه، جريد 2 مش طبيعية قوي، جريد 3 مش طبيعية خالص، جريد 4 ده مش طبيعية جدا. تاني حاجة معتمدين عليها في قرار الشفاء ده وهي التيومر ستيجينج، مرحلة الورم وصل لفين، سرح لفين، انتشر لأي مدى، ومن هنا هنعرف الوضع ايه. فيا سلام لو اكتشفنا الورم وهو لسه في اوله. معرفة مرحلة الورم الخبيث مهمة جدا للدكتور علشان بيرسم الخطة العلاجية بناء عليها. عملوا جدول تاني لتقسيم مراحل الورم الخبيث لأربع مراحل. المرحلة الأولى وده كانسر صغير ولسه في مكانه وده يمكن علاجه. المرحلة الثانية الورم أكبر بس لسه في مكانه ولسه ما عملش ميتاستيسيس صروح. المرحلة الثالثة الكانسر راح لأنسجة تانية وسرح. المرحلة الرابعة ودي الأخطر، ده سرح وعامل مشاكل كبيرة جدا. ودي أمثلة لأورام خبيثة مالجنانت تيومرز. في الحلقة اللي جاية هقولك إزاي السرطان بيحصل وإيه سببه وتحاليل دلائل الأورام. احنا زي ما بنسعى لتقديم خدمه صحيه متميزه لجميع المرضى وبالطبع منهم مرضى الاورام، فعلينا مسؤوليه انسانيه لان احنا اكتر ناس حاسين بالامهم ومعاناتهم، فاولى بينا نكون اول ناس تتبرع علشان تساهم في علاجهم. مؤسسه مستشفى سرطان الاطفال 57357 500 500 المعهد القومي للاورام الجديد، مركز الاورام جامعه المنصوره 39-39 جمعية مستشفى سرطان أطفال اسكندرية، 400-400 معهد أورام جامعة الزقازيق، مستشفى بهية.